السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميارة. دائما مع الجديد. غدا نحضروا سندويتشات صيفية راقية ورائعة والأهم اقتصادية، ما فيها لا تمرة لا حتى شي حاجة، ودغيا كتوجد لينا ومذاق رائع. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم فكرة اليوم وتجربوها فعلا تستحق التجربة. اللي باقي ما مشارك يشارك في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد. على بركة الله غدا ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة كنحتاجوا الطوست، الخبز الطوست كنحتاجو واحد 6 ديال القطع او اكثر. ناخذ سكين وكنقطعوهم من الوسط كما كتشاهدوا بهذه الطريقه. غادي نبقى مستمره حتى كنكمل. الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. بعد ما قطعناهم حصلنا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. ندوزوا نحضروا الحشوه اللي غادي نعمروا بها الطوست. كنحتاجوا الفلفله مشويه الحمراء والصفراء، لكم الاختيار. غادي نقطعوها قطع صغيره مربعات. غادي ناخذوا الزيتون الاخضر وغادي نقطعوه قطع صغيره. كنحتاجوا 7 ديال البيضات. نزيدو عليه رشيشه ديال الابزار ورشيشه ديال الملح، وغادي نزيدو الفلفله اللي قطعناها، وغادي نزيدو الزيتون الاخضر اللي قطعناه، وغادي نزيدو القليل من الربيع مقطع. غادي نخلطو الكل مزيان حتى كيندمجو لينا المكونات مع بعضياتها. اللي بغى يزيد الشامبينيو او الفرماج يزيدو حتى هو كيجي مزيان، غير انا ما مفرش عندي ما درتوش. غادي ناخذ مقلاه فوق نار تكون متوسطه. غادي ندهنوا بالقليل من الزيت النباتيه، كندهنوا جميع الجهات، وكنوضعوا الخبز ديالنا اي توست كما كتشاهدوا، وكنوضعوا الحشوه اللي حضرنا في الوسط. كنعمروها كما كتشاهدوا، كنعمروها مزيان صافي، وكنخليوها حتى كتشد لينا كيطيب لينا داك البيض كيولي لون ذهبي، وكنقلبوها على الجهه الاخرى. دائما البوطه ما تجهدوهاش باش ما يتحرقش ليكم. غادي نقلبوهم على الجهه الاخرى كما كتشاهدوا، كيجيونا محمرين وكيجيو رائعين. غادي نخليهم حتى كيوجدوا ونتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال السندويتشات اللي حضرت معكم اليوم، صيفيه اكثر من رائعه واقتصاديه وسهله في التحضير. كنتمنى تجربوهم، راه كيجيو رائعين ولذاذ. ما تنساوش تشاركوا في القناه، اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.